بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين النائين عن الأهل والأوطان. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا غريب كربلاء وعلى المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذرائك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لحيكم مهجتي طامحة ونحوكم مقلتي جانحة. وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة. كما عاد مسلم بين العدا أسيرا وكبدها جانح يا رسول حسين ونعم الرسول. إليه من العترة الصالحة لقد بايعوه وقد أخذلوه. فيا بؤس للبيعة الكاشحة يا سيدي. سلام عليك يوم رموك من القصر إذا أوثقوك فما سلمت منك من جارحة وإن لم تبكي كالباكيات. فما قدر أدمعنا المالحة سيدي وجرا بأسواقهم. ألست أميرهم البارحة والله مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال. ومن قبل المشي بالشيب الأطفال شفت ميت يجرون بالإحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثلها ذاك الوقت طلعت مذحجة من الدهور. حفرة الهاني ومسلم قبور يا أبا عبد الله بس حسين ظل بيوم عاشور. جثت على التروب والدم غسلها إنا لله وإنا إليه راجعون.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخاطب عقيل عليه السلام: يا عقيل، أحبك حبين، حبا لك وحبا لحب أبي طالب إياك، وإن ولدي الحسين أو وإن ولدك سيقتل في نصرة ولدي الحسين عليه السلام. اسمع بعد: فتدمع عليه عيون المؤمنين، هنيئا لمن بكى مسلم، فتدمع عليه عيون المؤمنين، ويسلم وتبكي عليه الملائكة المقربون. حياة مسلم والجو الذي عاش فيه مسلم وكيف ترعرع وما لهذه الشخصية من وزن اجتماعي، وزن ديني اجتماعي ثقافي عسكري، وله أبعاد أخرى أيضا بأبي وأمي. وقبل الخوض في شخصية مسلم بن عقيل عليه السلام، هناك ثلاث محطات إن شاء الله نمر عليها. المحطة الأولى لما يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله عقيلا عليه السلام بالمحبة، لأن عقيل عليه السلام كان محبوبا لدى بني هاشم لما يحمل من دماثة الأخلاق والنبل والنجابة، فهو أهل لذلك. والشيء الآخر لما يقول: وحب أبي طالب إياك، هذا يدل على إسلام أبي طالب. فلو أبو طالب كان مشركاً لما كرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله واستشهد وأحب عقيلا لحب ذلك المشرك، فهذا يدل على إيمان أبي طالب عليه السلام. لكن كثر الكلام والأخذ والرد في شخصية عقيل عليه السلام، أبو طالب عليه السلام له جميع من الأولاد، أكبرهم عقيل. صحيح أن أكبرهم شأنا وأعظمهم هو أمير المؤمنين عليه السلام، لكن من ناحية السن والعمر عقيل، وكان كثير الأولاد، وكان فقيرا شحيح المال. له من الأولاد فقط 18 ولد غير البنات. عقيل عليه السلام هذه الشخصية الكبيرة النسمة الطاهرة، الإعلام يطبل بأنه كان يذهب إلى معاوية ويستجدي منه ويستعطي منه العطاء، كما يعرب بذلك بفرج الأصبهاني وغيره. لكن الشيخ الصدوق في الأمالي ذكر ذلك كما جاء في صدر المجلس كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. والشيخ دائما يتحرى الدقة في هذه المسائل. مقارنة بابن عباس، مع الفارق طبعا، مع احترامنا لابن عباس، لكن لا يقاس بعمار وسلمان وابي ذر وغيره.
الإعلام بيد الأمويين، فبماذا يترجمون عقيلا عليه السلام؟ يقولون يجي يستعطي، لكن عقيل كان شخصية تبليغية كابن عباس مثل ما أخبرنا، ولكن كان يدوس ويدخل البلاد الشامي ويتحدث بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام، في حين أن الإمام أمير المؤمنين هو وحده لا يستطيع أن يدخل تلك المداخل. عقيل كان باني علاقات اجتماعية مع الكل، وهذا أمر سليم يعني صحي، لكل واجبه. أما أن قضية لما كان فقيرا، في بعض الناس يفهمون قصة دخوله لأمير المؤمنين عليه السلام وأحماله الحديدة، طبعا مو بهذا المعنى. عقيلا عليه السلام كثير الأولاد، حتى أن بنو هاشم بنو أبي طالب، أبو طالب وزع أولاد عقيل على البيوتات، بيوتات بني هاشم، وكان من حصة أمير المؤمنين مسلم بن عقيل صاحب هذه الليلة. جاء لأمير المؤمنين يطلب منه، يعني من باب شرعا، هل يجوز أن أخذ زيادة؟ طبعا الإمام عطاء بالنهاية، مو ما عطاء، طاء وطاء من عطاء أهم آثره على نفسه، لكن أحماله الحديدة، وأراد أن يعلمه. وعقيل رجل كيس يعني فطن فاهم فقيه، فهذه الشخصية بما لها من بعد وله النتاج الطيب. يعني أنت مثلا هسه الإمام الحسين عليه السلام عنده 10 من البنات زوجها لـ10 من أولاد عقيل، الشيء الآخر الإمام الحسين عليه السلام لما قاتل يوم عاشوراء هو وآل حسن، يعني آل أبي طالب طبعا اللي شاركوا بالمعركة، بنو العباس لا أبدا ولا واحد منهم، آل الحسين، أولا آل أمير المؤمنين وآل الحسين والحسن وآل جعفر جميعا بأكملهم 22 شخص، لكن حصة عقيل آل عقيل 23 مع مسلم بن عقيل عليه السلام، يعني محمد بن عقيل، عبد الرحمن بن عقيل، سعيد بن عقيل، عبد الله بن عقيل، عبد الله بن مسلم بن عقيل، محمد بن مسلم بن عقيل، وإلى آخره. فهذه الشخصية الفذة الذي يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله ونتج ذلك النتاج الطيب، أخرجت ضمن ذلك النتاج صاحب هذه الذكرى هذه الليلة مسلم بن عقيل عليه السلام. تربى في بيت أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله، طبعا مسلم بعد التحقيق على غير المشهور أنه ولد في السنة الثانية للهجرة أو الثالثة للهجرة مع الإمام الحسن عليه السلام، المشهور بأنه مع أبي الفضل تقريبا بهذا العمر، لكن بعد التحقيق تبين بأن مسلم عليه السلام أكبر من الحسين عليه السلام، لأن أكو رواية إني بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي وكبير أهل بيتي،
أكو رواية ما بيها كبير وأهل بيتي، لكن على هاي الرواية نستنتج بأن مسلم أكبر من الحسين. ليش؟ لأن هناك أكو أدلة، يعني براهين. البرهان الأول ينصون في سنة 20 للهجرة، مسلم بن عقيل فتح مع الجيش مدينة راحت عن بالي هسه، لكن مدينة في تركيا، ويذكرون رجزة. كان الفارس إذا برز يرتجز بأبيات من الشعر، ويذكرون رجزه. زين هسه الجندي المتعارف عليه أقلان 18 سنة. إحنا إذا افترضنا بأنه 17 سنة مو 18، حتما ولد سنة 2 أو 3 للهجرة. الشيء الآخر، عمه علي عليه السلام في حرب صفين أوكله كضابط أحد القطاعات العسكرية، مو جندي، ضابط. ضابط يعني ما يدل على كفاءة هذا الرجل، وله الخبرة العسكرية والميدانية، إضافة إلى فضله ونجابته. الشيء الثالث، رسول الله صلى الله عليه وآله لما يكلم عقيل يقول إن ابنك سيقتل في نصرة ولدي الحسين عليه السلام. إن ابنك، ما قال إن لك ابن أو سيأتي لك ابن، إن ابنك. تربى في بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وترعرع مسلم بن عقيل عليه السلام، وبعثه الحسين إلى الكوفة بعد أن جاءت للحسين آلاف الكتب. اقدم إلينا فإنما تقدم على جند لك مجندة، ما عدنا والي نجتمع معه في جماعة ولا جمعة. أرسل إليهم مسلم بن عقيل وقال له: يا ابن العم، لقد وجهتك إلى الكوفة، وأسأل الله أن يقضي لك في أمرك الخير، وأرجو أن يكتبنا الله، وأرجو أن نكون في منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، فامضي على بركة الله. وصل مسلم إلى الكوفة، دخل في بيت المختار رضوان الله تعالى عليه، هذا البطل النحرير، اجتمع إلى مسلم 18. الكوفة كان واليها بشير الأنصاري، وكان ضعيفا، استضعفت الحكومة الأموية فاستبدلت ابن مرجانة مكانه. هو النعمان بن بشير الأنصاري، ثم لما افتضح مكان مسلم عليه السلام انتقل إلى بيت هاني. وقبل الخوض في هذا الموضوع يجب أن نعلم ما هي الكوفة، وكيف هذا المجتمع المعقد، آخر
بعض الناس يظن بأن الكوفة كلها لون واحد وفئة واحدة، حتى يقولون أن الشيعة قتلوا الحسين، دعوه فقتلوه ثم بكوا عليه. والشيخ محسن الأمين صاحب الأعيان بذل جهدا جبارا في هذا الأمر ورد على علي جلال المصري على كتابه، وقال فيما مضمونه يعني تحدى بأن يقدم اسما واحد شيعيا شارك في قتل الحسين عليه السلام. صحيح أهل الكوفة قتلوه، لكن ما هم أهل الكوفة؟ أهل الكوفة كما يعبر عن الشيخ المفيد بأنه كشكول أخلاط، وأكو غلطة، الناس تظن بأن غالبية الكوفة شيعة، هنا الغلطة، أكثر الشيعة في آنذاك كانوا في الكوفة، لا أكثر الكوفة شيعة. لأن الكوفة كانت أولا أرضا زراعية ومصرت بعد الفتح، وجاءها وانحدر الناس من كل صوب، يعني إذا من أهل الكوفة العراق 10% 90% من الخارج، فلول الجيش الساساني الموالي الذين جاءوا يعبر عنهم بمضر الحمراء، استخدمهم عبيد الله والحكومة الأموية بأن يكونوا فرقة مثل ما نعبر عنها الآن بالتدخل السريع، جيش جاهز، ودفعهم في أول شيء في قتال الحسين ثم جهز القطاعات الأخرى. زين، وانحدرت قبائل من اليمن ومن نجد والبحرين وسيف الخليج فصارت أخلاطا. يعني تخيل الكوفة في ذلك الوقت فيها 2 مليون شخص وبها 70 ديرا، 70 ديرا، الإمام الباقر يكلم الكابولي يقول له لقد قاتل جدي عليا معكم في صفين فلم يكن في جيشه 40 رجل يعرفونه حق معرفة. قال وما حق معرفته؟ قال إنه إمام مفترض الطاعة. كانت كشكول، أحزاب مختلفة، ديانات مختلفة، مذاهب مختلفة، مشارب مختلفة، يعني فسيفساء كما يعبر. خرجوا مع أمير المؤمنين، صحيح خرجوا، لكن كيف خرجوا؟ خرجوا بأنه حاكم يعصى ويطاع، لا أنه إمام مفترض الطاعة. والجيل اللي عاشر أمير المؤمنين عليه السلام يختلف عن الجيل اللي قبله، جيل النبوة استلم له الآخرون، لكن تخيل اللي انولد تاريخ 30 للهجرة، رسول الله التحق بربه صلى الله عليه وآله 11 للهجرة، فهذا اللي عمره 20 و21 سنة ايش عرف الماضي علي بسيرة علي بسيرة ابن العاص بسيرة فلان وفلان وفلان؟ ايش دره؟ فيجي يقف مع علي بن ابي طالب بانه امام، يعني حال حال اي حاكم يعصى ويطاع.
شيء الآخر، أمير المؤمنين صلى الله سلام الله عليه وصلى الله عليه وآله لما دخل الكوفة وجد الناس يصلون النوافل الرمضانية جماعة، فأرسل الحسن عليه السلام أن يخبرهم بأنه على فقه أهل البيت أن تصلى فرادى، وقال صلوها كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله. فصاحوا من جنبات المسجد الكلمة المعروفة، فهذا شيء يدل بأن الكوفة غالبيتها غير موالية لأمير المؤمنين. صحيح ثقل الشيعة هناك، ولكن الغالبية ليس شيعة، أكثر الشيعة يعني أكثر من الحجاز والمدينة وغيرها في الوقت هناك كان في الكوفة. فمسلم ابن عقيل أرسل إلى ذلك المجتمع، كاتبه الحسين صحيح، من كاتبه؟ كاتبه شبث بن ربعي، ارجع إلى التاريخ، أرسل إليه شبث بن ربعي، حجار بن أبجر وغيرهم، وهو الذي وقف بأبي وأمي يوم عاشوراء وصاح يا حجار بن أبجر يا شبث بن ربعي يا فلان يا فلان يا فلان، ألم تكتبوا إلي أن اقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب، فإنما تقدم على جند لك مجندة. قالوا لم نفعل. قال يا سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم، غدر فيكم قديم، شفنا مع أبي أمير المؤمنين وأخي الحسن. فحجلت الكوفة صعبة، فوصل مسلم بن عقيل بعد أن عرف مكانه ودخل عبيد الله بن زياد بالقمع والقتل والترهيب والترغيب بالأموال، وسجن الآلاف وقتل الآلاف، مسلم بن عقيل كان في بيت هاني، عبيد الله بن زياد أرسل أحد أصحابه لبسه وهو معقل، اسمه معقل، لبسه لباس الموالين لأمير المؤمنين وخلى عند بعض الأموال وأرسله إلى المسجد، التقى بمسلم ابن عوسجة سلم عليه وظل يصلي، الرجل يصلي يصلي يوم يومين ثلاثة أربعة، حتى قال لعبيد الله ظهري انكسر من الصلاة، قال اصبر. فلما رأى مسلم بن عوسجة سيماء الإيمان ظاهرا على هذا الرجل أخذه إلى دار هاني، لأن معقل قال لمسلم بن عوسجة لدي أموال للموالين، قالوا لم نستطع في نصرة سفير ابن رسول الله لكن نقدم هذه الأموال عوضا عن نصرتنا. فجاء والتقى بمسلم، فلما عرف عبيد الله بن زياد بأن مسلم في دار هاني أرسل إليه، وهاني ترى شخصية معادية، هاني أكبر شخصية اجتماعية في الكوفة في ذلك الوقت، تدري إذا كان ركب إذا أراد أن يركب يركب في 30,000 من قبائل اليمن وأحلافهم،
قدم على ابن زياد وبخ ابن زياد لماذا تأوي مسلم ابن عقيل في دارك؟ أنكر هاني في البداية، أخرج له معقل، فنظر إلى هاني سكت، فقال له أريد منك أن تجلب لي مسلم ابن عقيل، فأبى، فاستعرض ابن مرجان وجهه بالسيف حتى تناثر لحم وجهه على جناجل صدره وأودعه السجن. مسلم ابن عقيل كانت هناك ساعة الصفر مع القادة الخاصين، قل 300 قائد ومنهم المختار، يعني قل مثلا كانت ساعة الصفر يوم الخميس، مسلم اضطر بأن يخرج يوم السبت. شي سبب بعد صار تحت أمر واقع، أين يذهب؟ أين يذهب؟ فخرج بمن حضر، وتدري اللي حضروا أشكال وأنواع كما قلنا، أزيد من 18 التحقوا به بعد. هذا متى؟ في أول اليوم. تخيل قبيل المغرب لم يبقى معه إلا 30 شخصا، لأن ابن زياد وكل أناسا يخوفون المجتمع بأن هناك جيشا جرار قادم من الشام، وبعضهم دفع إليهم الأموال حتى كانت المرأة تأتي إلى أخيها وإلى زوجها وإلى ابنها وتقول ما لنا والدخول مع السلاطين، حتى بقي معه 30 بأبي وأمي. ذهب إلى مسجد الكوفة، انتهى من صلاته، التفت وجد 3 أشخاص خلفه. يا الله، خرج من باب كندة لم يجد أحدا يدله على الطريق، نسأل الله تعالى بتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا ممن يأخذ حق مسلم والحسين وأنصاره وأهل بيته بين يديه بحق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. ذهب مسلم يمشي في سكك الكوفة وشوارعها حتى انتهى به الطريق إلى سكة مغلقة، وكانت هناك امرأة واقفة بباب الدار تنتظر ابنها بلال، وكان عينا من عيون ابن زياد وهي لا تعلم بذلك. شافت مسلم واقف، قالت يا عبد الله ما لك والوقوف بباب داري؟ تدري هاي صعبة على الغيور، على الإنسان الشهم والغيور صعبة.
قال: أمة الله، هل تسقيني شربة من الماء؟ جلبت له القدح، شرب مسلم، دخل الداخل الدار، أرجعت القدح، خرجت وإذا به واقف. قالت له: يا عبد الله، انصرف إلى أهلك وعشيرتك فلا أحل لك الوقوف بباب داري. قالت: شربت الماي، لا توقف على الباب. قالت: شربت الماي، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناب. رسول الله شي يقول؟ تدمع عليه عيون المؤمنين. إن شاء الله نكون من المؤمنين. قال: شربت الماي، لا توقف على الباب، على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت الأجناب. جنك شهيم يا شريف، وشافتك تنايب، روح لهلاك، القمر دور وغايب. يقلها وعينه مستديرة. ليش مستديرة؟ يخاف يأتونه غيلة. يقلها وعينه مستديرة، لا أهل عنده ولا عشيرة. من أنت؟ أنا مسلم الفاجد نصيرة، وحيرتي ما جرأت مثلها حيرة. قال: أمة الله، هل تأويني في دارك هذه الليلة حتى أجازيك عند رسول الله؟ قالت: من أنت؟ قال: أمة الله، نسيتي أم تعرفين أمير المؤمنين علي؟ نسيت ويا أهل الكوفة؟ قالت: نعم، ذاك سيدي ومولاي. ومن أنت؟ قال: أنا سفير الحسين. قالت: أنت مسلم؟ قال: نعم، لقد غدر بي أهل هذا المصر. يا مؤمنون، تقول أفردت له حجرة، قدمت له الطعام والشراب، أبى أن يأكل. قال: أمة الله، علي بماء وسجاد الصلاة. تقول: ما نام مسلم تلك الليلة بين راكع وساجد وقارئ للقرآن حتى جاء بلال عليه اللعنة. رأى أمه تكثر الخروج والدخول إلى الحجرة، فسألها فأخذت عليه المواثيق، فقال لها: نعمة عين. فلما اندلج الصباح ذهب إلى قصر الإمارة، قال: يا أمير، إن الذي تبحث عن في دارنا. فأرسل الخيل والرجال على مسلم بن عقيل، فلما سمع مسلم وطوع قعقعة اللجم اجت ليه وقالت له: لقد جاءك القوم من حيث تحذر. تقول: كان يصلي فأسرع في صلاته، ثم لبس لامة حربه وتقلد سيفه. يقول: من شافت طاعة تحزيم، وشبب باب البيت وارزم.
من شافت طاعة حزم وشب باب البيت ورزم تقله ريت تسلم لا أخي عندك ولا بني عم. خرج مسلم وهو يقول هو الموت فاصنع ويكما أنت صانع فبكأس الموت لا شك أنك جارع فصبرا على قضاء الله فأمره في الخلق ذائع وطوعة تشجعه وتهيب به إن أظلفك الجيش يا حيد يردون يا لونك يا صنديد أريد أن مراجل عمك تعيد وتخلي جثثها ترسل بيد يقلى يا طاعة حشميني وبعم حدر تذكريني بعزم الله لرد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني أخذ يقاتلهم مسلم بن عقيل بالسكك والشوارع وقد اشتد به العطش وكان من جرأته وقوته يرمي الشخص إلى سطح الدار وكانت النساء والرجال والصبية يرمونه بالحجارة والنار وهو يقول ويحكم ألسنا أهل بيت النبي المختار وأخذ يضربهم ضربا مبرحا فبعث ابن الأشعث إلى ابن مرجان أن مدنا بالخيل والرجال فقال ابن مرجان رجل واحد يصنع بكم هذا الصنيع وأنتم جمع كثير فقال ابن الأشعث أو تظن كأنك بعثتنا إلى بقال أو جرمقان إنما بعثتنا إلى سيف من أسياف محمد صلى الله عليه وآله وصارم من صوارم علي فمده بالخيل والرجال واشتد القتال فصاح ابن الأشعث لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم أيه الغدرة الفجر فحفروا حفرة وملأوها بالدغل والتراب وأخذوا ينهزمون بين يديه عظم الله أجورنا وأجوركم فلما أخذ يطاردهم سقط بالحفيرة فأخذوا سيفه دمعت عينه قال له ابن الأشعث إن الذي يطلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به الموت شوف مسلم عليه من يبكي قال والله ما على نفسي بكيت ولكن أبكي حسينا وآل حسين أنا أرسلت للحسين أن يأتيكم وهو بالطريق أنا هي هكذا عملتم بأجل الحسين ماذا تصنعون به ويانا ليركب بالحين يمشي بسرعة ويخبر حسين مسلم وحيد ومهر معين
بجدفا وظل يدير بالعين. عظم الله لكم الأجر أدخلوه على ابن زياد فلم يسلم. قال له الشرطي سلم على الأمير. قال وليس لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير. قال سلمت أم لم تسلم؟ فإنك مقتول. ووكل بكر بن حمران السوري الدمشقي بقتل مسلم بن عقيل بأن يصعد به إلى سطح القصر. يا مؤمنون صعدوا بمسلم إلى أعلى القصر. كان لا يخطو خطوة إلا يذكر الله تعالى ويهلله ويسبحه. ثم قال لبكر بن حمران هل لي أن أصلي ركعتين؟ فلما صلى ركعتين وجه وجهه نحو مكة والمدينة. قال السلام عليك أبا عبد الله، ارجع من حيث أنت. وطوعة تنظر لذلك تقل يا عظمها خجلتي بك. أنا حرمة وحيدة وضعيفة وما أقدر أحميك. يا بلا يتركونك كنت فت قلبي وداويك. كان سلمت منك يدوم سلم على حسين. يقل يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، أوصيك بهالبلد لا طبت يتامة. قولي مسلم يبلغكم سلامة، وأجرك على الله والنبي سيد الكونين. يا مؤمنون عظم الله لكم الأجر، يا صاحب العصر والزمان، يا رسول الله، يا أمير المؤمنين. ضرب رأس مسلم ورمى بالرأس والجسد إلى الأرض. رحم الله من نادى ومسلما. أيوة سيدا، أيوة مظلوما وحسينا. يا مؤمنون الحسين عليه السلام كان في زرود بين العراق ومكة، رأى فارسين قد أقبلا. سألهما عن الكوفة، قال سيدي أبا عبد الله والله ما تركنا الكوفة إلا والحبال في أيدي وأرجل مسلم وهاني، وهم يصحبان في سكك الكوفة وشوارعها. يا بكى الحسين، قال أخي زينب علي بحميدة بنت مسلم. جاءت بالطفل الحسين متمالك نفسه، أخذ يمرر يده على رأسها. البنت تنظر إلى عمها وتطرق برأسها، تنظر إلى عمها وتطرق برأسها. ثم قالت عم أبا عبد الله هل قتل أبي؟ قال بني ما الذي أعلمك؟ قالت يا عم تصنع بي صنع اليتامى. يا بنتي
سكن اختك وعما تجاذني اويلا يا ابوك الراح مني ولا يا بوج الراح مني لما رجعوا يا مؤمنون. وأختم يقولون لما رجعت السبايا إلى كربلاء كل وحدة جلست عند قبر حبيبها، هذه عند الأكبر وهذه عند القاسم، وكل وحدة إلا هذه البنت وقفت واقفة تقول هذا الفجع وزاد وني يا بهذا الفجعني وزاد وني، بس قبر ابوي بعيد عني، بس قبر ابوي بعيد عني عني، مسلم يا ابوي عليك وني. هل تعودون يا كرام ام قضى ذو الجلال ألا تعودوا؟ نسألك يا الله برحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا. من أوصاني بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم، لأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.